فصلت الذي سجل 17 هدف وتلقى تشيباكا 20 هدف، ولكن إذا كرة أحسن حداد وكرة تمر وما زالت المتابعة. أمين يا فريد يا الشناينة، أمين يا رهيب، أمين يا لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، نار نار نار، أمين الغدار بهدف عالمي، بهدف عن طريق الكبار، شوف إحسان حداد، أوه عريس الليلة لجمهور الزعيم هو أمين. الزفة اليوم لأمين فريد الشناينة الذي وقع على الهدف الثاني له شخصيا والثاني للفيصلي. شوف الهدف، شوف حلاوته وجماله، شوف الهدف، شوف حلاوته وجماله. وكرة كانت من أحسن وتابعها أمين يؤمن الهدف الثاني للفيصلي بهدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء لمصلحة الفيصلي من خلال أمين فريد الشناينة، هدفين مقابل لا شيء. نعم، هدف جميل لأمين بلقطة جميلة من هذا اللاعب.